أهلا بكم متابعي قناة فروم موروكو في نشرة إخبارية جديدة، وهذا أبرز عنوانها: حادثة سير خطيرة تؤدي بحياة سائق تاكسي في فاس. ولن التفاصيل، لكن قبل البدء لا تنسوا وضع اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو. لقي سائق سيارة أجرة من الصنف الصغير مصر أو صباح يوم بعد تعرضه لحادثة سير مروعة بالقرب من مدار الطريق عين شقف بفاس أدت إلى وفاته في الحال. وحسب مصادر الجريدة، فإن الحادث الذي وصف بالمأساوي نجم عن اصطدام سيارة الأجرة الصغيرة بسيارة أخرى من الحجم الخفيف مخلفا وفاة السائق المهني لسيارة الأجرة. ورجحت ذات المصادر أن تكون السرعة المفرطة وعدم احترام حق الأسبقية وراء وقوع هذه الحادثة التي تسببت في مقتل سائق التاكسي. واستنفر الحادث مصالح الأمن، فيما نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني. كنت مع نصرة إخبارية، إلى اللقاء.